العين تقدم عيشها معنا أحلى معنا معنا الدنيا إلها معنا الحياة حلوة للدكتور أيوب الأيوب. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير ومساء الخير، أهلا وسهلا بكم. اليوم بدي اختار عنوان حق حلقتنا، وساعدوني في اختيار العنوان: أفضل مروحة في العالم، أو أجمل مروحة في العالم، أو بر المروحة يمكن، أو مراوح البر. عناوين مقترحة في نهاية الحلقة، أنا متأكد راح تختارون عناوين أكثر. اللي يختار ياليت يراسلني ويقول لي هذا العنوان خلّه في للمحاضرات القادمة في نفس الموضوع. إيش قصة المروحة أصلا؟ في الكويت وكيل وزارة مساعد، والدة عمره تقريبا 80 سنة، وهو بار والدة، والدة راضي عليه الحمد لله، شيء جميل. الأب راضي على ابن، الأب راضي على أبوه، وروعة، البر المتبادل، مثل بر أبو هريرة رضي الله عنه. كان يقف يوميا، تخيلوا أخواني أخواتي، يقف يوميا عند والدته، تسكن عنده والدته، يقول لها: يرحمك الله كما رحمتني صغيرا، كما ربيتني صغيرا. تقول له: يرحمك الله كما بررتني كبيرا. تخيلوا كل يوم. البر والأجر ما فيها ملل يا جماعة، الله سبحانه وتعالى ما يمل حتى يمل العبد لما يدعو ويلح وكذا. البر نفس العملية، كل يوم. يعني بعض الأخوات اليوم يقول لي: إيه لا أنا أقول له، بس مو كل يوم، يعني عاد صعبة شوي، ثقيلة. ليش؟ هي بالعكس خفيفة. عداد الأجر، عداد الأجر ما يمل، عداد الأجر ما يوقف، مستمر يقولها. طيب مروحتنا لا ننساها. هذا الوكيل المساعد، هذا الشخص اللي خبرتكم عنه، وكيل وزارة مساعد عندنا في الكويت، والدة عمره 80 سنة، وهو مهتم في بر والده. هذا الوكيل دائما في جيبه، وين ما يروح معاه مروحه صغيره، خلت عشان تعرفون المروحه اللي تشغل على بطاريه، اللي يجيبونهم من تايوان عاده، يدويه صغيره تمسكها بيد واحده وفيها المروحه البسيطه. اساله صديقه، قال: ودي اسالك، ليش المروحه دائما معاك؟ قال: انا قريب من الوالد، اودي الوالد المجالس، نسميها بالكويت الديوانيه، واللي يحصل إن لما أوديه أحيانا سواء العصر أو في الليل حسب الديوانية اللي ناوي يروح لها. الديوانيات لها أوقات متفاوتة، بعض الديوانيات صباحية، بعضها عصر، بعضها 24 ساعة أصلا. هل 24 ساعة بعد تصلح حق الأشخاص اللي يزعلون مع زوجاتهم، يروح الديوانية هناك في أي وقت يحب. فقال له: والدي لما أوديه الديوانية، أو يعني يكون المجلس ويجيبون له مكان ويجيبون له الشاي، كاسة الشاي، يكون الشاي حار، يقول أحيانا والدي يعني يبي يشرب الشاي، ما يبي يصبر عليه لما يبرد وهو حار، فيقول الحمد لله استخدام المروحة في تبريد الشاي وليس تبريد الوجه أو الجسم. فيقول: أطلع المروحة، شقلها، المروحة صغيرة، أحطها فوق الشاي تبرد الشاي وأقدم حق والدي. صديقة قال بكل عفوية: يعني صح زين، لكن طولتها يا أخي. كلنا إذا ودينا الوالد أو عند الوالد والشيء حار، أو أطفالنا شيء حار ننفخ فيه، أو لنا إحنا، قال إحنا أصلا لما نبي نشرب شيء كاسة شاي حارة كثير من الأشخاص ينفخون، وهذا في نهي إن الإنسان ينفخ في الإناء. فقال له صديقة: صح، بس أنا لا يمكن أسوي هالشيء حق والدي. قال له: ليش؟ هو استغرب، افتكر أنه يعني ما يحب ينفخ من باب الصحة، كشيء صحي يعني. قال: لا لا لا، مو عن موضوع الصحة. لما قال له بكل بساطة: يا جماعة أرجوكم بس تخيلوا معي الموقف. الأب الحين جالس جنبه مباشرة ابنه، كاسة شاي موجودة، الابن أخذ الكاسة، تخيلوا يبي ينفخ. قال: لو أخذت الكاس ونفخت في الشاي وأنا أقول أوف أوف أبرد، يطلع مني صوت أوف أوف، أنا ما أخلي والدي يسمع مني أوف وإن كنت أبرد للشاي. وهذه الصراحة إذا صح التعبير الإتقان في البر، سموها الآيزو في البر، سموها جودة البر، إتقان في البر. ليش؟ لأن الإبن غير مكلف إنه يجيب مروحة يبرد الشاي، في بديل ثاني، ياخذ كاسة شاي ويفرغها في كاسة أخرى يبردها، أو في الصحن في الإناء اللي جاية في الكاسة. يعني في بدائل، يقدر ياخذ كاسة شاي أصلا ويحطها في كاس كبير راح يبرد أسرع، في بدائل. لكن كونه يستشعر، لو قلت لو بردت الشاي حق والدي قلت أوف، والده ما راح يغضب ولا هو عليه إثم، ما راح يأثم، بالعكس هم يحصل له أجر أنه يبرد الشاي حق والده بالنية هذه. لكن هذا الرقي، مروحة ما تكلفني شيء، سميها الجودة في البر، الإبداع في البر، مروحة أنظف تبرد، حركة جميلة، وزنها خفيف في جيبي، وقدم حق والدي من كاس شاي نظيف بدون طعم النفس أو النفخ اللي أنا قمت فيه.
أنا أتمنى أن مو بس إحنا نكرر هذا الشيء لأبائنا وأمهاتنا، خل هذا يكون مدعاة لنا للانطلاق نحو الإبداع في البر. الله يعطيكم العافية، إلى اللقاء. مع تحيات شركة العين العالمية للإنتاج والتوزيع، زوروا موقعنا على الإنترنت www.alain.com.